سعيد بين الأندية الإنجليزية الكبرى. أرسنال يمشي فوق الماء في آخر خمس مباريات، أعطينا فقط يعادل نتائج الأرسنال المدفعجية في آخر خمس مباريات محمد قاسي سعيد، 5 انتصارات 21 هدف 3 كلين شيت، يعني لما تشوف بالإحصائية معدل 4 أهداف في المباراة الواحدة. فاز بسداسية على وستهام، فاز بخماسية على بيرلي، فاز برباعية على نادي نيوكاسل. أرسنال عاد في أفضل توقيت ربما الموسم الماضي في هذه الفترة اللي دخل في مرحلة الفارق وفقد اللقب، كان في المركز الأول بعد هزيمته أمام سيتي في فيفري 2023، كان دخل في مرحلة فارق بعض الشيء، فقد رصيد كبير من النقاط، بعد ذلك التحق به مانشستر سيتي وتجاوزه في ترتيب وفاز باللقب. هذا الموسم ممكن أرسنال يعرف شيء آخر قاسي سعيد، أنه عاد في أفضل توقيت في فيفري، نهاية فيفري بداية مارس، لما يبدأ حقيقة حسم الألقاب. هذه هي الفترة، نهاية فيفري بداية شهر مارس، وبعدها تاريخ العودة من توقف الدولي. فهذه الفترة يقول لك تحسم الألقاب في الموسم. أرسنال البعض قال بأنه يجب زيادة سعر التذاكر في ملعب الإمارات من أجل مشاهدة أرسنال بنظر للمتعة الكبيرة اللي قدمها ساكا أوديغارد هافرتز وبقية تروسارد ديكرون رايس وبقية نجوم نادي أرسنال عفوا بقيادة أرتيتا. اليوم لما تشوف أرسنال تلعب متعة في بارتي دو بليزير. أردنا السنوات تاع أرسن فانجر لما كان على رأس النادي هذا، الاستقرار تاع المدرب وتاع اللاعبين تقريبا نفس اللاعبين اللي موجودين في أرسنال اللي كانوا يشتروا المواسم الانبات. ولكن دائما نقول باللي أرسنال اليوم ما عندهاش الحظ، لان عندها زوج فرق دو تينور اللي هما ليفربول والسيتي. ولكن هما الهدف تاعهم اولا تاهل الى رابطه الابطال، ورانا نشوفوا فيهم يعني قادرين يمشيوا للدور القادم في المقابله القادمه، امام تكون المباراه صعبه امام بورتو بعد الهزيمه بهدف مقابل صفر في الدرجه. نعم ولكن قلت يعني الهدف تاعهم هو دائما يشاركوا في رابطه الابطال، ولكن اليوم كل شيء وارد وكل شيء محتمل. كل شيء محتمل مع اللاعبين اللي عندهم الجوده اللي عندها ارسنال، يعني قادرين يباغتوا ليفربول او سيتي في نهايه الموسم. وهذا ما نتمناه ونشوفوه، يعني راح يكون هذا الثلث فرق هذه ما راح يشعلوا النار في نهايه الدوري الانجليزي. محمد فريق ارسنال اللي عنده بوك الاحتياط هذا الموسم، يعني بيان سور عاود جاب لاعبين، عاود بقدوم لاعبين جدد، دعم التشكيله ديالو ارتيتا اليوم على بها، اليوم عنده اختيارات كثيره في التشكيله الاساسيه. دونك هذه هي قدوم ديكلين رايس، عطى يعني قوه يعني كبيره في وسط الميدان. قدوم ديكلين رايس عطى دفع اخر لارسنال. حتى هناك لاعب وين ما تكلمناش عليه كثيرا ميدو، هو كان يلعب يشغل قلب هجوم ولا يلعب في وسط الميدان، هافرت ولا يقدم في اداءات جد رائعه. لاعب سابق لتشيلسي قدم يعني اداءات جد مبهره في الاونه الاخيره، يشارك في الاهداف، يسجل الاهداف، هذا شيء جد مهم بالنسبه لفريق. تعدد المناصب بالنسبه للاعبين دائما ما يعطي حوله الاضافيه للمدربين. مدرب ارتيتا عرف كثيرا يعني فريق ارسنال، المده اللي قضاها فيها كان يعمل فيها، كان يدرس كل صغيره وكبيره، كان يدرس في نقاط ضعف الفريق ونقاط القوه، لان ارسنال معروف انه دائما يلعب كره جيده، لكن لما يوصل للنهايه ما ياخذش البطولات، ما ياخذش الالقاب. لكن هذا الموسم راح تكون عنده كما قال لك محمد ماموريات جد صعبه مع مانشستر سيتي اللي عنده ثراء في التعداد، عنده مدرب كبير في مستوى جد عالي، وكلوب ايضا هذا الموسم الاخير تاعو في ليفربول اخذ الكاس، يعني راهو يعني البطولات تقدر تقول فايده بالنسبه يريد أكثر. لكن معروف لما تروح بدون ضغط دائما ما تنال الاشياء. نعم عادل من فضلك اعطينا فقط ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور 26 جولة. نادي ليفربول في صدارة ب 60 نقطة، متبوع بمانشستر سيتي ب 59 نقطة، أرسنال في المركز الثالث ب 58 نقطة، وبعدها الفرق مع نادي أستون فيلا في ترتيب الهدافين، إيرلينغ هالاند في الصدارة ب 17 هدف، متبوع بمحمد صلاح لاعب ليفربول ب 15 هدف، هو المصاب منذ فترة ودخل لعب كأس أمم أفريقيا أيضا غائب منذ فترة، دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث، أولي واتكينز ب 14 هدف، وجناح أرسنال بوكايو ساكا برصيد 13 هدفا. في الدوري الإسباني الليغا ريال مدريد يا محمد قاسي سعيد يفوز في مباراة
أثير الكثير والكثير والكثير من الجدل حول الهدف الذي سجله لوكا مودريتش. هنالك من يتحدث عن وجود تسلل على روديغار وأنه دخل في اللقطة بما أنه دفع المدافع أنه يمشي يقطع الكرة. هنالك من يقول لك لا سنورجو باسيف، يعني اللاعب لم يشارك لم يتحرك، ورودريغو اللي قطع في القائم الثاني هو من دفع ببيب غوارديولا إلى دفع عفوا بيب غوارديولا هو من دفع بمدافع بالدي مدافع نادي إشبيليا لاعتراض الكرة أفون لو شي دوفر ولا الهدف الرائع جدا من لوكا مودريتش. هذا التسلل الباسيف هذا يعني ولا كاريتار ميدو، حتى البارح شفنا فون دايك سجل هدف بالراس يعني بعد ما قال لك كاين تسلل باسيف، ولا تبقى الهدف هذا اللي سجله العجوز اسمه العجوز لوكا مودريتش. نعم لوكا مودريتش، ولكن انقذ البارح ريال مدريد. نعم اليوم هدف تاعو يسوى يعني ثمن من الذهب. هل كان تسلل ام لم يكن تسلل؟ الفار على فاليدي الهدف، ما عندنا ما نتكلموا احنا.